من ساعه ما دخلنا جوه المدينه بتاعه الجلاله لغايه لما وصلنا هنا مشيت شويه على الكورنيش. والله يا فندم انا جيت هنا قالوا في مشروع في الجلاله ابتدينا نخطط المدينه، كنت مستعد قوي ان انا ابتدي اشتغل في المدينه دي. فيها مساحه كبيره ضخمه جدا، مجمع الجامعات، في سكن المدينه الجامعيه، في عندي مستشفيات داون تاون، قرى سكنيه، وفي عندي بقى انتهت معايا بالقريه السياحيه. احنا لما جينا خططنا المشروع وابتدينا ننفذ، فطبعا كنت انا مستعد، يعني استعداد رهيب ان انا ازاي هحقق الحلم ده. تنفيذ التصميم بتاعنا الرئيسي كان الكورنيش الجبلي والقرى اللي موجوده حواليه، كل 100 متر تقريبا بشوف فيو مختلف من جبال لمطاعم لبحر. في حاجات كتير قوي خدمات عليه، مبنى الترفريك كيدز اريا، عندي مبنى محلات، مش محتاج ان انا انزل داون تاون او انزل اشتري حاجه من تحت، مش محتاج. اللي هي الهندسيه ساعدتنا بالمعدات اللي هي تفيدنا ان احنا ازاي نسطح الجبال دي، نعمل عليها مسطحات نقدر نبني عليها المشروع اللي احنا عايزينه. عاملين محطه ترفريك، انا بصراحه في تنفيذها انا كنت مستغرب ازاي هتتنفذ، طبعا دي اطول محطه ترفريك موجوده عندنا في الشرق الاوسط، فكان هيئه القوات المسلحه كانت مساعدانا ان احنا ننفذ الكلام ده. فتح مكان للسياحه، انا عندي المدينه اللي حضرتك بتتكلم عليها تحت ديت، دي مدينه العاملين بمنطقه الجلاله، مكونه فيها اكثر من حوالي اكثر من 10,000 عامل، فده اقتصاد للبلد ان انا افتح مجال للسياحه في مكان زي دوت. يعني ده بيعرف للعالم كله قدراتنا احنا كمصريين ازاي بنخلق من الطبيعه الجبليه مكان تقدر تعيش فيه، وفعلا حققناه، فده بالنسبه لي كان حلم. كنت مشرف على الكورنيش ده والزراعات اللي قايمه في الكورنيش. فخورين ان احنا نزلنا في منطقه الجلاله، من اول يوم طلعنا هنا شفنا الصعوبات والتحديات اللي موجوده في طبيعه المكان، جبل انت عايز تعمل منه ممشى جبلي، اول ما طلعنا المكان شدنا، ازاي انت واقف في مكان بتبص على البحر، ارتفاع 700 متر من سطح البحر، فطبعا المكان نقي جدا، حبينا ان احنا نعمل تصميم مختلف يتماشى مع الطبيعه الجبليه، ازاي نتبع نعمل عليها مطعم، فكل ده طبعا اخذ جهد انك ازاي تطلع زرع كده ويطلع في وسط الجبل، اضطرينا ان احنا نسافر اسوان، نسافر جنوب سيناء، نجيب زرع يتلائم ويتاقلم على طبيعه المكان، فبدانا ان احنا نعمل دراسات ان احنا نجيب زراعات الاول تتحمل المنطقه، الميه اللي بتستخدم للزراعات عن طريق محطات صرف معالج، يعني حطينا اشجار زيتون، اشجار كاسيا جلوكا. زراعه على ارتفاع 700 متر، فاللي هو ما فيش حد عملها قبل كده في مصر. ان احنا فعلا دي كانت نقطه كبيره جدا، ان ازاي انك تطلع زرع في منطقه جديده. طبعا احنا عندنا هنا اعمده الاناره على الكورنيش كلها بتدار بالطاقه الشمسيه، جزء من الكهرباء جاي من محطات التربونات اللي هي بتاع الزعفرانه، ميه الشرب هنا بمحطات تحليه، دي الحاجات خدت كميه جهد جدا العمل كان على مدار 24 ساعه هنا. الناس كلها بتحب العمل هنا، كله مبهور من المكان، اول مره في مصر ان احنا نقابلنا حاجه زي دي، ايه كورنيش جبل، انا بستمتع بطبيعه الجبل. المدينه نفسها مش مدينه سياحيه فقط، دي مدينه مخطط ليها على اعلى مستوى، ان هي ذات طابع اقتصادي، طابع استثماري. شفنا خامات ثروات مصر، كل الرخام اللي موجود في الجلاله من انتاج مصنع الجلاله، فدي كانت حاجه كويسه جدا ان احنا فخورين ان احنا حاجتنا احنا بنستخدمها، في نفس الوقت ما نصدرش حاجه خام تاني، خلاص هنبدا نصنعه هنا ونشكله، ونبدا بعد كده نبدا نصدره وناخد عمله صعبه. هي مدينه متكامله، يعني فيها جامعه، يعني احنا دلوقتي عندنا جامعه على ارتفاع 750 متر فوق سطح البحر، عندنا مستشفى، فنادق،